انا الاهلي الحقيقه انا عايز اتكلم فيها عن ان الاهلي بالنسبه لي بيمثل لي ايه. الاهلي بالنسبه لكل الاهلاويه بيمثل ايه؟ هو الكيان والعشق والحب وكل شيء بالنسبه لكل الاهلاويه. الاهلي بجد بالنسبه لنا وبدون مبالغه هو المبادئ اللي احنا عايشين بيها، اللي احنا حياتنا كلها اهلي بالمناسبه، مش عارفين يعني حياتنا كلها عايشه او تتمحور حول النادي الاهلي. كمان احنا هنا في البيت الكبير عندنا دايما حرص كبير على ان احنا نسال جماهيرنا وننزل الشارع ونسالهم عن كيان النادي الاهلي وكيف يمثل النادي الاهلي الجماهير. خلونا نطلع نشوف تقرير نتابع فيه الجماهير وماذا قالت في هذا الامر، ونرجع نكمل مره ثانيه. الاهلي بيمثل لي بيتي من سنه 83، اللي بقعد فيه في النادي هنا اكتر ما بقعد في اي حته تانية. ده المكان اللي انا بحبه وبقعد فيه طول النهار، لو ما عنديش شغل بقضي فيه وقت كبير مع اصحابي، باكل وبشرب هنا، بقضي اليوم وببقى مبسوط. هواء، خضره، حبايبي، النوستالجيا بتاع المكان، حنين بتاع النادي الاهلي اللي انا متربي فيه من 83. الاهلي بالنسبه لي حياتي. انا دخلت النادي الاهلي سنه 1979 وانا عندي 10 سنين، بقالي 44 سنة في النادي الأهلي، هو حياتي، كل حياتي. وتعلمنا من الرموز بقى، كابتن صالح وكابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب، تعلمنا منهم كل حاجة حلوة، إدارة، تدريب، أخلاق. يعتبر بيتي التاني يعني، ونادي القرن عارفين كلنا ده يعني، وأكتر نادي في العالم واخد بطولات عالمية. والله يعني هو بالنسبة للنادي الأهلي هي يعتبر الحاجة الوحيدة اللي بتخلي الواحد عايش ويتفرج ويبقى مبسوط ان الواحد بيشجع نادي زي كده. وبالنسبة لي يعني النادي الاهلي ده اكبر حاجة حلوة بتحصل لي. طول ما انا في مصر باجي، انا كنت بره في افريقيا مثلا 25 سنة، لكن كل ما باجي اجازات لازم اجي هنا، وليا هنا حبايب كتير، ويعني الناس كلها حبايبنا وتعرفنا، وحاجة كده هوم فيلينج يعني، يعني بتحس ان الواحد في بيته. النادي الاهلي هو اللي بحب اقعد فيه وبشجعه، وهو بيتي التاني يعتبر، وبيعلمنا الاخلاق والرياضة وكل حاجة حلوة. الاهلي بيمثل قلعة من قلاع الرياضة الكبيرة في مصر، وتقريبا في الشرق الاوسط وافريقيا.